السلام عليكم اخوتي، كنرد التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه. فيا محمد اخا يديك امانه، السلام عليكم اخوتي، كنرد التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بالخارج. كنرد التحيه ديالنا لجميع العرب والمسلمين اللي كيشاهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله. كنرد التحيه ديالنا من هذا المبرد اخوتي، وكنباركوا عليكم العواشر المباركه وعيد مبارك سعيد مسبقا. هذه 26 نهار ديال 26، كنبلغوا لكم التحيه ديالنا عند المغاربه كاملين، وكنبلغوا التحيه ديالنا لجميع الاخوان اي مكان، واللي كيدعمونا واللي كيعاونونا واللي كيساندونا كنبلغوا التحيه ديالنا اخوتي. اليوم القصه ديالنا ديال الحب الانساني والحب الناس اللي كنشوفوا الشر كثر والخير قلال مع هاد الناس هذوما. حنا الصغر ديالنا اخوتي، غنعاود لكم على الصغر ديالنا كيفاش وقع لنا في هاد الحياه تقلل هاد الخير هذا. بدينا كنشوفوا على الشر، الخير قلال ضعاف، واخا ضعاف الخير الشر واخا كيكون قوي راه ما كياكلش اخوتي، ما كياكلش. على حساب ياش هاد الشيء هذا اللي كنشوفوا واقع في هاد الوقت هذا، لا اله الا الله محمد رسول الله. فهمتي اخوتي؟ على حساب ياش حنا عشنا في الصغر ديالنا، عشنا بالقيمه ديالنا. بحال دابا الايام 26 ورمضان والعواشر، واحد الكرامه، واحد الفرحه، واحد الشيء خطير لا داخل العائلات ولا برا ولا داخل. ما دابا اخوتي هذا ما كيعقل على هذا، وهذا ما كيشوف هذا، وهذا ما كيسقسي على هذا. على حساب ياش اخوتي هذا الوقت هذا صعاب، وصعب بزاف. انا عاود لكم معاناه والحياه اللي ضربتها وشي حاجه خطيره داخل السجون. بالحق اخوتي ما كنتش ناوي عاد تكون الدنيا هايده، وما كنتش ناوي عاد نجبر الحياتيه هذه. على حساب ياش الصغر كنا كنعيشوه بواحد الشيء خطير. حنا دابا الوقت هذا اللي كنشوفوا اخوتي بحال البنات بحال الاولاد، هاد الشيء هذا اللي كنشوفوا دابا البنات ولا الدراري دابا واحد الحياه والحب بحال ديك الحب عام صنوع، ماشي الحب اللي عشناه حنا الصغر ديالنا. حنا ملي كنا صغار فعلا كنا كنبغيو والدينا بحق وحقيقي، وكنا كنبغيو الحياه بحق وحقيقي، ولو تحرمنا منا حنا بقات لاكارتي موار ديال العقليه ديالنا هي هذيك شبره في الاتجاه هذا. ولو ضربنا العذاب والالم داخل السجن، ماشي من ديك بزاف الناس كيشوفوا بنادم ضرب الحبس كيجيب لهم والله هذاك السيد هذاك ما يصلح ما يسوى. راه ما كاينش هاد الهضره هادي اخوتي، راه ما كاينش. عدد واحد كيوقع له غلطه بحياته وكيأدي الواجب ديالو وكتضيع له حياته كامله، هو انسان طيب كما كنقولوا، وعاشروا تعرفوا، ماشي عاد تبر الهضره من تبر الهضره هادي وتخرج بها وتقول ديك السيد هذاك ها كيفاش ولا علاش ولا تحكم عليه انت. ما يمكنش تحكم عليه، صعيب باش تحكم على واحد السيد وانت ما كتعرفوش وتقول هيدا. حنا كنا صغارين اخوتي كنا كنمشيو مع البنات. غنعاود لكم قصه كيفاش كنا صغار وكيفاش عشناها. عشناها بواحد الحب وواحد العاطفه خطيره. كنا صغارين حتى حنا عندنا طموح، عندنا حياه وعندنا حب. انا البنت كانت كتمشى معنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. عدد الدراري كنعرف كانوا كيتمشاو مع البنات، والبنات اللي كانوا كيتمشاو مع الولاد. الحياه ديالنا اللي كنا حنا باقيين صغار كيفاش كيوقع؟ البنت كتمشي مع الولد والولد كيمشي مع البنت، وبالحق كانوا كيمشيو بالنيه، ما كانش كيمشيو بالخداع، ما كيمشيوش بالغدر. هي ناوية الغدر هو ناوي الغدر. دابا البنت كتبغي في هذا الوقت هذا عندهم واحد لاكارتيموار خطيره، البنت كتمشي مع بنادم اللي عنده الفلوس. علاش؟ هنا من الديبار كيكون داخل الطمع وما كاينش الحب، هنا الطمع سابق الحب والطمع غلاب على الحب. علاش؟ هنا فين كيوقع السحر وفين كيوقع الشعوذه وفين كيوقع الغدر وفين كيوقع بزاف ديال الحالات. ما كنمشيوش صافيين مع بعضنا، عليها فين كيمشي الراجل وكتمشي البنت. ديك الوقت اللي كنا حنايا ما كانش هاد الشيء هذا، البنت كتبغي الولد والولد كيبغي البنت، كيبقاو 4 سنين 5 سنين 3 سنين كيتمشيو مع بعضهم. الحق ما كيأديهاش او تعدى عليها او يفقد لها الوعي ديالها او يخرج في منظر ماشي هو هذاك، لا، ديما ديك الحب اللي كيبغيها عليها ما كيضيعهاش، عليها ما كيحقرهاش، عليها ما كيضيع على شي الكرامه ديالها. البنت شنو عندها في الحياه ديالها؟ هو الشرف ديالها والكرامه ديالها وبزاف الحاجات. الا مشى لها الشرف ديالها، مشى لها الشرف ديال عائلته، ومشى لها الشرف ديالها، ومشى المستقبل، ومشى الكرامه، ومشى كل شيء. هذا الشيء ما بقاوش يخمموا فيه البنات ولا الاولاد. صافي كتمشي معاه، كدوز معاه نهار يومين ثلاث ايام، كيصدق يتعدى عليها او كتعدى هي على راسها، ما كتعيقش، كتصبح مسيبه في الزنقه. وهو كذلك ومثال، هو ما خدام ما ردام، ما عندوش من يجيب شي حاجه، كيصدقوا فيه متشردين، بحال ديك الولد بحال ديك البنت. حنا في الصغر ديالنا لا، حنا في الصغر ديالنا كنا كنتمشيو مع البنات
كنا كنقولوا الحاجة. آخر 3 سنين أخوتي، 3 سنين هو كيتمشى مع البنت دمنا بوسة، عرفت إنه بوسة بوسة، 3 سنين هو كيمشي معها دا واحد بوسة. دابا لا، دابا كلشي ناوي على الغدر بحال ولد بحال بنت، ماشيين مع بعضهم. هي كتقول خصها الفلوس وناوية شي واحد يكون عنده الفلوس، وخا كتمشى معاه كتمشى معاه وعاملة واحد آخر، وهو عاود كيتمشى معاه وعنده واحدة أخرى. إذا الصفة ما كاينش والمعقول ما كاينش. هذا إنسان هنا كيدل بإذن باش ما كتكملش القضية بهذه الطريقة هذه أخوتي. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. باش كنقول لكم حنا الغدر، الغدر تجبر وقوى، والخير ولا ضعيف. واخا الخير ضعيف راه ما تنساش الخير ديما غلب، الخير ديما كيغلب واخا ضعيف. علاش الخير رباني والشر شيطاني؟ علاش هاد البنت هادي مني كتعمل هاد المنظر بحال هذا؟ شحال من البنت كتمشي مع بنادم وحياته هي كتقول كنبغي كنبغي، وفي الساعة اللي كتشوف شي واحد عنده المادة وعنده الفلوس والله ما كاين لا كتبغي لا والو، كتخرج عليه. ديك الكلمة اللي قالت له كنبغيه هي كتخرج عليه. وعداد الدراري عاود تا هما كيبكيو على البنت يكون عندها الرزق، كما كنقولوا بالدارجة، عداد الدراري كيبكيو على البنت يكون عندها الرزق، والبنت كتمشي على الراجل يكون عنده الرزق. إذا فين هما؟ إذا فين هاد البنت اللي عندها رزق وفين هاد الراجل اللي عنده رزق؟ إذا الزواج ما بقاش. هنا الزواج بحال بدا كي بحال نقولوا كي بدا كينقارض، كتجبر عرس واحد ولا جوج ولا ثلاثة في العام، وديك العرس ولا جوج ولا ثلاثة في العام كيكون فيهم ما نعرف كشكل، إما مصالح ولا الحب كيكون ضعيف. شحال من واحد كيقول له غنجوجو حتى نجوجو عاد نوليو نبغيو عطنا ولا كذا ولا هادي، ماشي بحال قبل. قبل كان الحب فعلا، آخر كيبغي البنت كيبغي البنت، كاينو دي خدام كاينو دي دمر كاينو باش هذا، وكيبداو كيبداو هو وياها من الصفر كما كنقولوا حنايا، هي معاه من الصفر. والناس عملت رزق وعملت بزاف حاجات البنت والولد من الصفر، كيبداو من الاول ديالهم كيبداو على الله كما كنقولوا حنا، الحره والحلوه. دابا بقات الحره بقات على الحلوه، عندك الحلوه هي معاه، ما عندكش الحلوه على المرار راه عاد تسيقك وانت عاد تسيقه، وعنعيشوا مدمرين بجوج بينا. علاش كنقول للدراري والشباب والبنات يتهلاو ببعضهم وعملوا اليد في اليد ويتوكلوا على الله؟ راه ما يمكنش الحياه تستمر بهذه القضيه هذه وبهذا التصرف هذايا، لا والو. عمل التوكل على الله وهي التوكل على الله وعملوا اليد في اليد. علاش نعملوا حنا هذا الشيء هذا بالحرام او نعملوا شي حاجه اللي ندمروا بعضنا؟ بغيتيني بغيتك ونعملوا يد في اليد ونخلقوا كما كنقولوا، ندبروا نخلقوا شي حاجه. الناس بدات من والو كانت بويت وصدقوا عندهم ديور وعندهم اراضي ودبروا وخدموا. حنا لا، ضروري خصني ندبر العائله يكون عندها بابا عنده رزق او لا هي عندها رزق او لا هي بيدها، خص الراجل يكون عنده الفلوس. ما كيهمهاش شي حاجه يكون كما كان، ما يكونش عا ما عندوش الفلوس. الراجل الا كان حازق صافي كتولي البنت بحال الا عا كتثبت هي ما عندها غرض. شحال من وحده سمحت في صاحبها وسمحت في العشير ديالها وفي الحب ديالها من اجل الماده، وشحال من واحد سامح فيها عاود ودا واحد اخرى عند الرزق وعند الماده. علاش دابا حنا بقينا حياه المصالح؟ بقينا كنجوجو عالا كان عندك ما عندكش ما عنجوجوش، غادي نبقاو ماشيين عايده بزاف علينا. شوفوا اللي بغى يتزوج واللي بغى يعمل شي حاجه يتوكل على الله ويقول بسم الله وتوكلنا على الله. راه الا ما قلتيش بسم الله وتوكلنا على الله راه ما عاد عملت حتى حاجه في هذه الحياه. ودائما عمل بالك راه ما كاينش شي حاجه كتجيب الساهل او شي حاجه كتجيبين ليله ونهار، راه خصك تصبر وتصبر تصبر انت وياها وتبداو طوبه طوبه كما قالوا الوالدين ديالنا. حنا عشنا مع الوالدين ما كان عندهم والو، حتى بقينا كنشوفوهم برزقهم عملوا دويره ديالهم عملوا رزياق ديالهم. علاش؟ كيكون القلب على القلب كما كنقولوا فعلا، كيكون القلب على القلب والمعاونه وبغيني نبغيك ماشي قتلني قتلك ولا سلخني نسلخك ولا ناوي فيا الغدر ولا هي ناويه الغدر. هذا باللي الشيء هذا اللي كنشوفوا هاد البنات راه والله العظيم الا عملوا هاد الشيء اللي غنقول لهم وعملوا اليد في اليد وتوكلوا على الله ويمشيو في الحلال والله تيسهل عليهم الله. علاش الحلال؟ كلمه الحلال فهم كلمه الحلال، كلمه الحلال هي الكرامه هي الخير. راه شوف الا مشات لك الكرامه ديالك يا بنت يا ولد، مشات لك الكرامه ديالك والشرف ديالك وكذا، راك ماشي الشرف عاد ديالك، الشرف ديالك ود عائلتك ود الناس اللي دايرين بك، والحياه كامله مركبه على هادشي هذا. راه بزاف ديال البنات كنشوفوهم بقاو في الزنقه وبقاو الحاله ديالهم ماشي مزيانه وكيبقى فينا الحال، وبزاف ديال الدراري كذلك ومثال كيبقى فينا الحال، كتشوف بنادم ماشي وكيهضر بوحدو او كذا. علاش؟ ما نعرف. وهو داك الشيء هذاك كيكون السحر بين الولد والبنت،
كيكون السحر ولا الغدر ولا الخداع ولا شي حاجه اللي ماشي مزيانه. بنادم يتهلب بعضه ويعمل يد في اليد. كنتي كتبغيها ولد الناس اجي من الباب كما كيقولوا الوالدين قدامي، اجي من الباب. وحتى ديك الوالدين يكونوا كيسهلوا الامور، ما نبقاوش نطلبوا حنا شي حاجه في الخيال. لا لا واش عندك الخيل كدا اخصو فيلا على الطونوبير او كدا، هادشي ما كيجيش هيدا. الزواج راه كلمه زواج، شنو الزواج؟ هي الزواج هي واحد الحياه عتكون جديده ومسميه، والله سبحانه عز وجل سماها الحلال. كتحلل، ما تمشي تعملش الحرام، ما تعملش الحرام باش الله يسهل عليك. عدد الناس كنشوفوهم كانوا كيمشيو في الحرام وبقى ديك الشيء كلشي حرام. اللي مركب على الباطل كيكون باطل، واللي مركب على الصح والطريق ديال الله عاد يكون صحيح. بنادم يتبع الطريق ديال الله ويتوكل على الله ويجرب ويرد عليا، فهمتيني يا خوتي؟ يجرب ويرد عليا يقول لي يا خي دغيا بيا، علاش حنا يا خوتي شفنا الناس وشفنا الحياه كيفاش عامله والصغر ديالنا كيفاش عامل، حتى حنا مشينا مع البنات، حتى حنا طيشنا في الصغر ديالنا، وفعلا ما ضيعنا حد، ما ضيعنا بنت، ما تعدينا عليها ما والو، كنا كنمشيو كندورو كنجلسو وكذا وهادي، وما غنكذبش عليكم، بنادم إلا دا ديك البويسات كيديهم حلالي بحال تقول حلالي، أما هو الشرف والكرامة البنت كيبقى عندها، ما يمكنليش. راه إلا أديتي البنت بحال هيداك راه محال واش يجيني النعاس، حنا كنا في الصغر ديالنا، دابا هادشي هذا كنشوفوه خطير، هادشي هذا خطير عباد الله خطير، يا للبنت يا للولد. وصاحبي عملوا الحلال، عندكم غرض بعضكم غامروا مع بعضكم، عملوا اليد في اليد وعملوا الحلال، وانتم بعضكم عملوا على الحلال والله يسهل عليكم، عملوا على الحلال ديما اليد في اليد. ياك باغيها انتيا باغيها البنت وما تطلقلوشي، وانت باغيها ما تطلقلاشي. ولو يكونوا الوالدين شويش مساكن كيبغوا الخير لولادهم، كيقول لك انا بنتي خصني نعرفها واش انت كتخدم واش كذا، اي مشيو معاهم دقه دقه. واللي كيتزوج بلا والديه اخوتي عاو ما كيسهلش الله، كيتسمى انتينا بنو او لا بنتو تزوجي بلا خبارهم، كتعمل داك الشيء اللي في راسك، راه ما يسهلكش الله، كتغضب عليك الوالدين. هنا كيدخل فيها مثال بحال نقولوا الغضب ديال الوالدين وديال الله. اذا هنا كتوقع في القضيه، خصكم تعرفوا الرضا ديال الله سبحانه عز وجل من رضا الوالدين. ملي والديكم يقبلوا لكم بجوج بكم تكونوا مع بعضكم، ولو يكون عندكم عبويات كارين عبويات، وتبداو طوبه طوبه كما كنقولوا الله الله تيسهل عليكم وبتجربه. وشفنا ناس بداو هيدا بالتجربه سهل عليهم الله ورزقهم الله، الرزاق الله ماشي بنادم. ضروري انت تشوف العائله عندها الفلوس، او هي ضروري تشوف الراجل عنده الفلوس. عدد البنات دابا كنشوفهم كنسمعهم كتقول لك انا والله ما ادي وما كانش عنده الفلوس، وهذا ما بقاش زواج، هذا ولا بيع وشرى تجاره. ضروري خصك يكون الراجل عنده الفلوس، هذاك اللي كيديك عنده الفلوس راه انت كتعرف عادي يقضي حاجه ويقول لك الله يعاون. هادشي اللي كنعرفو حنايا، اما هو الا كنتي كتبغي وهو كيبغي راه حاجه اخرى، ماشي عنده الفلوس. كندخلوا على الفلوس كندخلوا على الكلام وكندخلوا على بزاف الحاجات. هذاك زواج البهامه راه باقي شهر وباقي في المحكمه بلا ما نكملوا ديك الهضره هذيك. هذا كيتسمى زواج ديال البهامه، تينا فاهمه في شكل وهو فاهم في شكل، ما كيكملش بجهد الله، كيكون داخل فيه الحرام. هذاك زواج ديال البهامه باقي كامل في المحكمه، شهر مع بعضكم والباقي في المحكمه، كتكونوا مطلقين. اذا والو رزيتوا بعضكم بجوج، هو مشي هيدا وانت مشيتي هيدا. الحق الزواج ديال العقل ود الوالدين ود المراغبه ود وصل راس يماها ومن باباها، وهي هكذا الكواميتر، وترضي والديكم وتمشيو دقه دقه وما تزربوشي، والله تيسهل الله عليكم. وبالتجربه بالتجربه تقولوا قال اخي محمد الطبيب. عدد العشرين عندي كانوا كيقولوا تزوجوا، شحال من واحد كيقول لك انا مزوج، هو ماشي مزوج. هي العائله بقات معاه ست شهور ولا عام، صداق ضيعه ولا ضيعاته، كيشوف راسو هذا كيقول لك انا مزوج، باش مزوج في الحرام. هذا ماشي زواج، هذا اخوتي زواج هو الحلال يا رسول الله وبرضا الوالدين، وما يمكنش تدعم شي حاجه بلا والدك، يا بحال ولد يا بحال بنت. هذه كنقولوا لله في سبيل الله، كنعاود لكم هذا الشيء هذا باش تكونوا على بال. راه الرضا الوالدين من رضا الله سبحانه عز وجل، بنادم يطيع الله ويطيعوا الوالدين، ماشي تعملوا داك الشيء اللي في راسكم. راه داك الشيء اللي في راسكم راه ما كيسلكش، راه الاغلبيه ما كتبقى مرا ما كيبقى ولد ما كيبقى راجل. عدد الناس وعدد الدراري الصغار كنشوفهم مشتتين، وعدد البنات كنشوفهم مشتتين، كاين اللي حمقت كاين اللي تبلات، وعدد الرجال كنشوفهم تبلاو وباقيين شباب مبليين بالمخدرات ومبليين بالهلواسه ومبليين بصير الليل ومبليين بزاف الحاجات على هذا المشكل بحال هذا. قال كنت كنبغيها ما نعرفش شنو عملت لي، او لا هي كتقول كنت كنبغيه ما نعرفش شنو وقع لي. راه هنا كيكون ما ماشي على الصواب،
هنا هادشي اللي عملتو ما عملتوش على الصح، ما عملتوش بنيتو شي الصح، بنيتو الاساس من بلا اساس، كتبنيو بلا اساس، مشيتو مع بعضكم عملتو اللي بغيتو، مرضيتو والديكم، مرضيتو الله. اذا باش بغيتو تطلع هاد الزريعه؟ ها شحال دابا كنسمع حنا في الصور ديالنا عباد الله، والله ما كنا كنعرفو باذا الناس كدي والديها نظر العجزه او كتعدى عليهم، حتى بدينا كنسمعوا هادشي هذا. علاش بنادم كيعمل داك الشيء بلا والديه بلا خبر بلا حتى حاجه؟ واش الراجل اصاحبي راجل انتينا اللي كتمشي تجوج بلا والديك، وانتينا بنت كتمشي تجوج بلا والديك، واش هادوك شنو كانوا خدامين عندك؟ هادوك راه والديك اللي خسروا عليك الحياه ديالو، بحال انك كنهضر مع البنت وكنهضر مع الولد، راه رضيوهم، رضيو والديكم وتهلاو بوالديكم، هادشي اللي كتعملوا الله ما يصلح لكم، عملوا اليد في اليوخا كتمشيو مع بعضكم كتبغيو بعضكم بالحق ضروري من الوالدين ديالكم. على كان ما عندكش الوالدين كاين اللي كينوب عليك، حنا كنا صغار ما عندوش ياخر الوالدين ديالو كيمشي يخلق والدين جداد، بحالاش كيمشي يشوف عائله ديالو اللي عايقفوا معاه، اما يجي مع عمو او تجي مع مرت عمو او تجي مع اخته باش يمشيو للدار ديال البنت، ضروري ما يمشيو للدار ديال البنت. دابا اخوتي ما فهمنا والو، ما فهمنا والو، ما بقى كيمشي هذا عند هذا، والبنت هي معاه بدات من 6 شهور، انعام عامين 3 سنين 4 سنين كلها فين عطى بالراس، العين مشاهده الراجل مشاهده والبنت مشاهده، ولا كان شي مولود تميد قدامه لا كواغط لا هادي لا والو، عدد الولاد بلا كواغط، عدد البنات مزوجين عاو هايدك، كتسخصي كيقول لك ما عندي معاها والو، ما عندي معاها لا كاغيط لا هادي لا والو، إذا الزواج عبد قم، إذا عبد قم، والله سبحانه عز وجل شحال تقولوا له؟ كنا مع بعضنا، إيوا وشنو من بعد شنو؟ كنا مع بعضنا ومشينا مع بعضنا، صدقنا ما مزوجين ما والو، مشينا في الحرام وكملنا على الحرام، ولدنا في الحرام، وشنو عاد عملوا؟ ما رضيتوا والديكم ما رضيتوا الله، إذا باش عاد بغيتوا هاد الغلة بتكون؟ باش بغيتوا تكونوا مزيانين؟ باش؟ اطلبوا من الله اللي خلق الدنيا والدين، واللي عطاك صحتك، وعطاك عينك، وعطاك ذقنك، وعطاك ودنك، وعطاك حتى هاد، عطاك حتى هاد البنت هادي ولا انتينا، عطاك حتى هاد الولد هذا، حتى حاولوا على بعضكم، عملوا النية، عملوا النية صاحبي، عملوا النية، عملوا اليد في اليد، واخا ما عندناش نعملوا اليد في اليد، ونتعاونوا مع بعضنا، ونتعاونوا على الخير، ما تعاونوش على الشر. تعاونوا على الخير، إذا كان الوالدين ديالنا ما بغاوشي نرضيوهم، ماشي نقرطوهم، أو نعملوا شي حاجة اللي ما باغيناش هما، نمشيو معاهم دقة دقة، تيرضوهم ساكن، علاش هذيك بنتهم، أولادك ولدهم، ماشي دابا العائلة كتبغي تتزوج، كتقول للراجل أنا والو، أنا تينا هي معاه، هي معاه وكتقول لك أنا والو، كتقول له أنا خطبوني وعملوا لي وصنعوا لي وناس بخير، وهي كتمشي كتقول لك أنا بغيت الراجل عنده الفلوس، إذا المحبة ماشي هي هذيك. المحبة ماشي فلوس أو طمع الدنيا أو هذه، لا محبة كتكون في القلب، محبة ديال الله والوالدين وهذاك الزوج اللي غيكون في الحلال، وما قبضتش أنا ونمشي عا هكاك، ألا نرضي والديا بشي، لا كنت كنبغي هذيك البنت كتبغي ديك الولد، عادي تغامر مع والديها وطيح وتنوض وكذا، واليوم غدا يكون ديك الولد ديالها، وهذاك الولد لا كان كيبغيها، وخا الوالدين ديالها ما باغينش، غيمشي معاهم دقة دقة أخوتي، مشي معاهم دقة دقة، راه بنتهم هذيك. راه بنتهم هذيك إلا كنتي كتبغيها تقدر تدي والديها، ماشي إلا كنتي كتبغيها تخرج عليها وتخرج لها على والديها، راه ما يمكنش. كيف منو هذا الحب هذا؟ قال له كنبغيها خرج عليها وخرج لها على والديها، هذا ما يمكنش، أولا هي كتبغيه عاد خليه، وتسبب له بالحباسات وتسبب له بالمصايب وتسبب له كذا، عدد الناس كانوا معنا في الحبس، كيعاود لك كيقول لك والله العظيم كنبغيها، كيفاش كتبغيها وهي جابتك للحبس؟ كيفاش كتبغيها وأنتي نرزيتيها؟ كيفاش كتبغيها وأنت خرجتي عليها؟ كيفاش كتبغيها وانت بليتيها؟ بليتيها بالغبابر، بليتيها بالمصايب، بليتيها بالهلوسه، بليتيها بالحشيش، بليتيها هذا البغي، كيفاش كتبغيها؟ وانت خرجتي على حياتها، كيفاش كتبغيه ويخرج له على حياته؟ هذا ماشي حب. قال له هذا ماشي الحب، هذا الغدايد، حاشي كميون بلا روايد. هذا هو الحب دابا، كنشوفو كنصحو الشباب يردوا بالهم، الحب راه كبير وكبير عند الله سبحانه عز وجل، الحب راه الله سبحانه عز وجل. كدا بطريقة الله والوالدين. عاد كتشوف هاد بنت الناس وهي تشوف ديك ولد الناس ويعملوا لي التفليد، انا كنقول لكم باش يعطيونا واحد التريكه مزيانه، باش يعطيونا ولاد مزيانين، باش يعطيونا ولاد تابعين طريق الله ويكونوا باش يطلعوا هايده وكيتصنتوا لكم ويتصنتوا لباباهم ويتصنتوا لاماهم، ما يبقاوش ماشيين عا بالغدا راه غافلون. الله يرضى عليكم وسمعوا الهضره ديال محمد الطبيب كيهضر معكم، هذا عنده تجربه في الحياه، والعذاب كامله اللي دوزت في السجن شفت عدد الناس غارقين في الحبس بهاد المصايب هادي. المراه العائله كتقول له كنبغي مراته، كتقول له كنبغي، اخر ساعه كتخرج عليه، كيتسيب في الحباسات،
علاش هذا الحب؟ او لا هي كتمشي للحبس على السكسبة ديالها راجلة؟ هذا ماشي حب اخوتي، الحب راه كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. تقدرش من الحب اخاي، الحب راه خصك تفهم الله سبحانه عز وجل الاولى هو الحلال يا رسول الله، الحلال يا رسول الله. ما نقبطوش احنا ونعملوا شي حاجة اللي الله كيغضب عليها، راه الحاجة اللي كيغضب عليها الله راه والو ما عندك فيها، الحاجة اللي كيغضبوا فيها الوالدين ما عندك فيها والو. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكون بنادم اخوتي تصنت مزيان، ويكون بنادم شجاع ويعرف انه كاين. علاش كنهضروا مع هاد الشباب؟ باش لا إله إلا الله محمد رسول الله باش يسهل عليهم الله، يبقاو شي ماشيين اخوتي عايدك. ردوا بالكم اخوتي الشباب، ردوا بالكم وتهلاو ببعضكم. كنهضر مع البنات ومع الولاد، واخا معذب واخا واقع لي كنهضر معكم، والله ما نعس، والله ما نعس اخوتي ولا نعس. علاش كنقول لكم اللي كيبغي راه ما كيكرهش، كون ميقن اللي كيبغي ما كيكرهش، واللي كيبغي راه ما كيتعداش، واللي كيبغي ما كيرزيش. لو كنتي كتبغي واحد البنت تهلا فيها، هذيك راه ورده. إلا جبرنا الورده وتهلينا فيها وسقيناها وكذا وهادي، شحال تعطينا؟ عطينا النور ديالو، عطينا واحد الريحه مزيانه. حقنا جبرنا ديك الورده وقطعناها، هادي الدبان، وانت بيدك عاد تمشي معاها، غتبقى ساويله انت لا هي. تهلاو ببعضكم وعملوا خير ببعضكم، وتهلاو ببعضكم. الرزق كيعطيه الله ما كيعطيهش العبد. طلبوا الله اللي خلق الدنيا والدين، طلبوا الله، طلبوا الله. انتينا وياها كتبغيو بعضكم الله يسهل عليكم، شي حاجه خطيره الله يسهل عليكم. ونهضروا مع الوالدين ديالكم حتى هما ساهموا، ملي كيشوفوا واحد جوج كيبغيو بعضهم نشوفوا كيفاش نساعدوهم وكيفاش نفهموهم باش يبقاو عايشين، ما يدخلوش العالم ديال الحرام والعالم ديال المضادات والعالم ديال الغدر والخدع والسحر وبزاف الحاجات ما يتقال. واللي بغى يهضر مع محمد الطبيب 06 95 11 67 95، وعمل كومونتيرات، كتب لي بكومونتيرات راه كنشوف، واخا ما ردتش عليك راه عندي كلشي تما. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل ابوني وعمل جيم، وراه باقيين عندنا ما يتعاود بزاف ديال الحاجات. كنهضروا مع الشباب عزازين علينا وغاليين، بحال البنات بحال الولاد. راه كنشوف بعض البنات يستاهلوا يتزوجوا تا هما مساكن، علاش عاد يبقاو يدا بلا زواج؟ ما طلبوش شي حاجه، راه النص كبير بنادم جالس ما عندوش شي. ايوا نقضيو حاجه مع بعضنا في الحلال، نكريو بويت، نقضيو كيما عملوا الناس القدام، وهذا كيكونوا بعضهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. وسمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وعاش الملك.